من 3 سنين وأنا امتنعت عن التعليق عن أي حاجة تخص الشأن العام في مصر أو أي أمور تخص المشهد السياسي أو المشهد العام في عالمنا العربي. المتابع لصفحتي هيشوف إني لا بعلق على انتخابات ولا عن اعتقالات ولا عن إفراجات ولا عن قوانين، وبكتفي في صفحتي إني أساهم بجزء صغير في تنمية الوطن ومنطقتنا من خلال أبحاثي اللي تحولت أكتر من نصفها لدراسة التغيرات البيئية والمناخية والكوارث الطبيعية في منطقتنا العربية. من 3 أسابيع وبدأت الأحداث في غزة، وكل يوم بنشوف الصور وبنشوف الناس اللي بتموت وبنشوف البيوت اللي بتتهد، وكل يوم بنصحى الصبح نفتح التلفزيون على أمل خبر من 2، يا إما إن كل ده يقف يا إما إنه هيبقى في دعم وتنسيق عربي لإيقاف ده أو لمساعدة أهلنا في غزة. وكل يوم لا الخبر الأولاني بيجي ولا الخبر التاني اللي بيجي. أكيد أنا كمصري وعربي مولود في ليبيا وعشت وعملت في عدد من الدول العربية وعشت وعملت من قرب مع زملائي الفلسطينيين في البحث العلمي والتعليم، واللي النهاردة أخبرت إن أحدهم بيت أسرته بالكامل تم هدمه واستشهد 8 من أفراد أسرته منهم أخو الصغير. فبالتالي إحنا قدام كارثة إنسانية بكل المقاييس بتوسع يوم ورا يوم وبتبقى أكثر دموية يوم ورا يوم، وكل يوم أفتكر فيه إن في معبر في بلدي، إن إحنا ممكن نعدي من المساعدات وإن المعبر ده مقفول، بحس أنا كشخص بأذى، بحس بنوع من العجز. العجز كلنا بنحس بيه كمصريين في الخارج، مهندسين شايفين بيوت بتتهد مش قادرين يبنوها، أطباء شايفين مرضى مش قادرين يعالجوهم، علماء فضاء بيرسلوا مركبات تكتشف المياه على المريخ وما يقدروش يبعتوا إزازة مية لإخواننا في غزة من بلدهم اللي بينها معبر مشترك اللي هو معبر رفح. أنا مش سياسي ومش خبير في الشؤون العسكرية، ولكن كباحث حتى في الشؤون البيئية الدراسة اللي قمنا بيها في خلال الأسبوعين اللي فاتوا بتوري حجم الأزمة والكارثة الإنسانية والبيئية اللي بيمر بيها قطاع غزة، واللي إذا استمر العدوان والقصف بهذا النمط ستمتد حدود هذه الكارثة بكل تأكيد خارج قطاع غزة إلى منطقة أكبر من اللي احنا شايفينه النهاردة. في نقطة كمان عايز أقولها، إن احنا في إيدنا اللي احنا نمنع الكارثة دي، في إيدنا اللي احنا ندخل محطات تحلية متحركة لإنقاذ القطاع، في إيدنا ندخل مصادر للطاقة لإنقاذ عمليات الإغاثة من التوقف. يعني دي احنا هنا مش حتى قدام إغاثة المدنيين، احنا هنا قدام إغاثة عمليات الإغاثة. أنا بطالب كل اللي بيسمع صوتي وبطالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح فورا وإدخال المساعدات فورا وإشراك الدول العربية في إدخال مساعدات في قطاع تحلية المياه ومصادر الطاقة
حتى يستطيع قطاع غزة أن يكون مكتفيا ذاتيا في المياه والطاقة. وأرجو أن الصوت يوصل لكل إنسان عاقل، وشكرا جزيلا.